سكان عدن يستعيضون عن الأوضاع العامة لمدينتهم بالإقبال على مهرجان البالونات. مهرجان يحتفي بالعيد بطريقة بسيطة في أحد الشوارع بهدف بث السعادة في نفوس الناس والأطفال بشكل خاص في مدينة تثقل كاهلها تدني الخدمات العامة من انقطاع للكهرباء والمياه وغياب المتنفسات والحدائق رغم اتخاذها عاصمة مؤقتة منذ أزيد من عام. فعالية شلال البالونات اليوم فكرة بسيطة عشان نسعد الكم الهائل من الناس هذه اللي مش لاقية مكان تتفسح فيه ممكن في العيد اللي عاشت ظروف حرب صعبة عليها وأزمات. كانت الفكرة بسيطة وقمنا بتنفيذها بجهد شبابي وجهد جماعي مع بعض. إطلاق بالونات رمزية تحمل اسم السعادة حظي بتفاعل جمهور المهرجان المتطلع إلى سعادة تعم عدن وعموم البلد وتسود معها حالة الاستقرار الأمني التي تمكن المواطنين من العودة للاستمتاع بسواحل المدينة وتفاصيلها ليل نهار كما كان عليه الحال قبل سنوات. هذه فعالية شبابية قام بها بعض الشباب من عدن ليوصلوا رسالة واضحة وهادفة أن شباب عدن هو شباب المحبة والسلام والتعايش بعيدا عن الدم والدمار. سمي بشلال البالونات لأنه قام برمي من فوق سطح فندق معلب لازا 4000 بالونة لننشر بالونات الحب والسلام في عدن. المهرجان اشتمل على نماذج من الفنون الغنائية والرقصات والمسابقات الشبابية وحضرت فرحة العيد وإن ظلت منقوصة كما هو الحال في كل اليمن. خليل القاهري، التلفزيون العربي.